اليوم ما عليكم موقعتم ذكر التفاهم مع المملكة العربية السعودية ومثلثا بوزارة الشؤون الإسلامية. أهمية هذه الاتفاقية لجمهورية تشاد كونها توقع مع رائدة العمل الإسلامي وأيضا وجهة المسلمين في دول العالم. الحمد لله سبحانه وتعالى، يرقى سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يحيي له الأسباب. حقيقة تلقيح هذه الاتفاقية فهي حاليا فتح كبير، وطبعا فتح الأعمال لخدمة الإسلام وأهل الإسلام والشعب التشادي والمجتمع التشادي بصفته، يعني مجتمع محافظ ومجتمع متمسك بدينه متمسك بقرآنه متمسك بسنته. حقيقة هو يطمح الكثير الكثير من النتائج التي تترتب على توقيع هذه الاتفاقية. ونحن في هذا المقام بالشكر الجزيل معالي الوزير وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بروح الطيبة التي والجهد الكبير يفارق وجميع منسوب الوزارة في المركز الأولى من أجل تحقيق هذه الغاية الشريفة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الأمة الإسلامية بالخير إن شاء الله، ويضع كذلك نقدم على زملائي معي الذين حضروا هذا التوقيع نقدم لهم الشكر الجزيل والثناء الحسن والدعوة الصالحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وكذلك لولي عهده الأمير محمد بن عزيز بن سلمان. حقيقة هذه المذكرة والإشارة ستكون منطلق لعمل إسلامي حالي، عمل إسلامي منظم يوجه مسيرة الأمة الإسلامية في هذا الوقت الذي فقط فيه المادة على فعل الروح. وحقيقة هذه تنتظر هذه الاتفاقية، وهي سبب من الأسباب أن ننتظر من الله سبحانه وتعالى أن يرتب عليها الكثير من المنافع بين المجتمعين. وهذا هو الشيء الذي نرغبه، وهذا هو الشيء الذي نبحثه، والله سبحانه وتعالى يوفق. مع الوزير اليوم وزارة الشؤون الإسلامية توقع مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد توسيع نطاق هذا التوقيع على الاتفاقية، لا شك أنه يصب في خدمة العمل الإسلامي وأيضا تصدير طاقة التسامح ونشر الوسطية والاعتدال التي تتبناها المملكة لقيادة خادم الحرمين سمو ولي عهد الأمير. في هذا اليوم المبارك تم توقيع هذه الاتفاقية التي أسأل الله سبحانه وتعالى تكون مفتاح خير للبلدين الصديقين، وتكون هذه الاتفاقية إن شاء الله تصب في مصلحة الإسلام والمسلمين بكل مكان، خاصة في دولة تشاد. ودولة تشاد لنا علاقات بها قوية ومتينة، ومنها روابط الدين والعقيدة. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البلدين الشقيقين وأن يوفق إن شاء الله الإخوة في تشاد على العمل الجاد إن شاء الله معنا وفي وزارة الشؤون الإسلامية لنخدم الإسلام جميعا إن شاء الله ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق الأهداف النبيلة لقيادتنا الرشيدة في بلدين صديقين.